ورجعت لكم بعد الفاصل والفقرة اللي مش عايزة تخلى من برنامجي عشان احنا البنات البنات الطف الكائنات. معانا النهاردة ميك اب ارتست هتقدم لنا نفسها عشان بس الوقت ياخد يعني. يلا اتفضلي يا أصالة. انا أصالة محمد، ميك اب ارتست، عندي 20 سنة، بقالي 3 سنين شغالة ميك اب ارتست، ودي سنة رابعة ليا. مبدئيا يا اصلا انا عاجبني اسمك قوي قوي من امبارح والله وانا بقولها عاجبني اسمك قوي. طيب قولي لي بقى، بصي انا دلوقتي جاي لي اسئله كتير جدا وعايز اسالك كده سؤال سؤال. تمام. في واحده بعتت بتقول ازاي اقدر اثبت لون الروج وانا باكل او بشرب عصير؟ بتثبتيه بلوز باودر زي ما بتثبتي الفاونديشن باللوز باودر، بتثبتي باودر الروج باللوز باودر. طيب الروج لو جه في السنين من جوه اشيله ازاي؟ بالمنديل عادي جدا. بالمنزل عادي؟ لا، في روش شويه بيبقى ثابت مش بيتشيل. بالمزيل بتاع الميك اب بتحطيه على قطنه وبتمسحي بيها سنين. مش غلط على السنين؟ لا لا. طيب ازاي اخفي تجاعيد العينين؟ تجاعيد العينين ديت بتحط لها كوركت اورنج قبل الفاونديشن قبل اي حاجه. اولا بتوطبي تحت عينك كويس، وبعدين بتحطي كوركت اورنج، وبعدين بتحطي الفاونديشن بقى والكونسيلر وكل حاجه. طب انا عايزه اسالك سؤال بقى قبل ما نكمل اسئلتنا، ايه السر بين الميك اب ارتست دايما بتحط في اي صوره في الجروب صوره قبل وبعد الميك اب؟ وعلى فكره انتوا بتوحشوا والله البنات، يعني ممكن تكون واحده حلوه جدا بس انت بتجيبيها بقورتها كده عشان تطلع وحشه وتجمليها بعد الميك اب. لا لا والله مش بنوحش حاجه ولا حاجه، هو بصور بالكاميرا عادي بتاعت التليفون. بس الفكره في ان ايه، ان انا بظهر الشغل بتاعي، بظهر الشغل بتاعي قبل وبعد. لو في اي عيب كان مناخير كبيره وكبيره حاجه كده، ببدا ان انا ايه اخفيها يعني بعد الميك اب، فببين لك الشغل قبل وبعد عامل ازاي. طب انت ايه نصيحتك لاي واحده بتفكر تشتغل في مهنه الميك اب ارتست دي؟ اهم حاجه ان هي تكون داخله المهنه هي حباها، ما تكونش داخله المهنه انها هتكسب فلوس بقى، وانا داخله عشان ميك اب ارتست بيكسبوا. لو داخله كده شويه هتلاقيها وقفت ومش هتنجح. لكن اهم حاجه تكون داخله المهنه وهي حابه المهنه وتكون شاطره وموهوبه. طيب في سؤال تاني جاي لي بيقول لك ايه الطريقه الصح عشان اشيل مكياج العين؟ في مزيل ميك اب بيتباع في صيدليات وفي محلات الميك اب، تحطيه على قطنه وبتمسحي بالميك اب. في بديل بقى لو انت ما عندكيش مزيل ميك اب، الزيت جونسون، برضه بقطنه بتمسحي بيه الميك اب كله، مش شرط ميك اب العين بس، تمسحي بيه الميك اب كله، وبعدين بتقومي غاسله وشك بالغسول وتحطي المرطب وبس كده. طيب في سؤال بيقول لنا ايه استخدم ايه الاول، اللي هو كريم الاساس ولا مستحضر لاخفاء العيوب؟ لا طبعا مستحضر اخفاء العيوب اللي هو الكوركت. في منه انواع، في الاخضر وفي الاورنج وفي البينك. شويه الاخضر دوت عشان لو في بقع حمراء في حبوب بتحطيه، لو في الكوركت الاورنج دوت للهالات السوداء اي بقع حبوب غامقه، في البينك دوت بيدي نضاره اكتر للبشره. طيب هو هو انا ازاي اعرف نوع بشرتي اصلا؟ بصي نوع البشره ديت هما ثلاثه، هما في ناس بتقول ان هما خمسه بس هما ثلاثه، عاديه وجافه ودهنيه. الدهنيه دي بتعرفيها من منطقه التي زون ديت، بتكون عامله بتطلع دهون جامد وبيبقى فيها حبوب. البشره الجافه دي بتكون ناشفه خالص وبتطلع قشور جامد، وبالذات في الشتاء. البشره العاديه دي بقى بتبقى مديه اكتر لبشره الاطفال، يعني بتبقى صافيه خالص ما فيهاش اي حبوب ولا بوع ولا اي حاجه. طب ايه المختلطه دي؟ المختلطه ديت والحساسه دولت بيبقى حاجه طبيه اكتر. البشره الحساسه دي بتبقى حمراء قوي، بتتحسس من اقل حاجه، لازم التعامل معاها يكون بحذر قوي، يعني الميك اب ارتست تكون معقمه شغلها كويس قوي، الفرش وكل حاجه. المختلطه ديت ليها حاجات كتيره بقى، عاديه وجافه، دي بتبقى حاجات طبيه اكتر. طيب واقي الشمس او الحاجات دي يعني بحطها بحطها قبل ولا بعد كريم الاساس؟ لا قبل طبعا. سان بلوك بتحطيه قبل لو انت نازله بالنهار، وبعدين بقى بترطبي البشره وتحطي البرايمر بتاعك والفاونديشن وتحطي الميك اب بتاعك عادي. طب سؤال مني انا بقى مش مكتوب في السكريبت اصلا، الميك اب لما بيتحط بيبقى ساعات يعني الماتيريال بتاعته حلوه جدا واوريجينال. صدقيني انا مهما بغسل وشي مهما بعمل اي حاجه انت ممكن تقولي هالي منديل بتاع الميك اب اي حاجه بيفضل زي ما هو، بحس ان وشي كده متلخبط، اعمل ايه؟ لا انت بتستخدمي بقى، ما بتستخدميش اللي هو مزيل الميك اب ماركه كويسه. مزيل الميك اب لمجرد ان انت بتحطي من مزيل الميك اب على القطنه وتمسحي بيها الوش بيتمسح كله. هو مزيل الميك اب بس لوحده اصلا كفايه ولا لازم اغسل وشي اصلا اوريدي حتى لو بعده؟
لا بتحطي مزيل الميك اب الاول وبتمسحي وشك بمزيل ميك اب كويس، وبعدين بقى تغسلي وشك بالغسول. طب انت ايه رايك في موضوع الحد بيغسل بالصابون ده؟ انا كل ميك اب ارتست بتيجي لازم باخد رايها في الموضوع ده، موضوع الصابونه للوش. لا هو موضوع الصابون ده مش حلو خالص، طلع حبوب وحاجات كتير. احسن حاجه الغسول، ولازم الغسول يكون مناسب لنوع بشرتك برضه. الغسول احسن حاجه طبعا، وفي صابون بيبقى للبشره برضه، صابون معين صابون طبي بيجي من الصيدليه بيبقى لنوع بشرتك برضه. طيب في واحده بعتها بتقول ان منطقه العين يعني بتقول ان هي معروفه ان هي حساسه طبعا جدا، بس ان هما بتقول يعني معظم البنات حتى هي يعني بيحبوا يحطوا كونسيلر، بتقولك تنصحين بيه؟ تمام، ديت هي معروف طبعا ان منطقه تحت العين بتكون حساسه جدا. انت لو عايزه تخفي الهالات او كده لازم ترطبي تحت عينك كويس قوي، زي ما بترطبي الوش كل يوم ترطبي تحت عينك. ومش مرطب الوش هو اللي بيتحط تحت العين، بيبقى في مرطب مخصوص لتحت العين بيجي من الصيدليه بتحطيه تحت عينك كل يوم. بعدين شايفه الصباع دوت؟ دوت اللي بتعملي بيه اي اذا كان كونسيلر او اي حاجه، عشان الصباع دوت اكتر صباع في الايد كلها الضغط بتاعه بيبقى خفيف على العين، ما بيعملش تجاعيد وما بيعملش هالات. طيب قلم الحواجب ولا الاي شادو بتاع الحواجب؟ لا اي شادو طبعا، قلم الحواجب بيوقع شعر الحاجب. يوقع شعر الحاجب. طيب اوكي. طيب عايزه بقى في النهايه معلش عشان الوقت، قولي لي مين اكتر حد بيدعمك وعايزه توجهي الشكر لمين؟ اكتر حد لو قعدت من هنا لسنين قدام اشكر فيه بابايا طبعا، بشكره اكتر حد واقف في ظهري وسنه دي طبعا، ومامتي حبيبتي طبعا اديها بوسه كبيره، وجوزي عشان ما يزعلش برضه بوجه الشكر لجوزي ولمامتي وبابايا واخواتي واصحابي واقفين في ظهري وكل حاجه. بس بحب اقول لبابا بحبك قوي قوي. طيب نورتينا يا اصاله. على فكره يا جماعه انا عايزه اشكرك على الميك اب اللي انت حاطاه لي، تسلم ايدك يا رب. انا اصلا بحب الميك اب الهادي والحلو كده ما فيهوش حاجات كتير. والله نورتيني، عشان كان الوقت سريع حطيت لك حاجه خفيفه. ربنا يخليكي، والله نورتيني وتسلم ايدك يا اصاله، وبتكرره دايما حبيبتي. ربنا يخليكي. طيب يا جماعه فاصل وعايزه اتكلم معاكم كده شويه ونرجع. ورجعت لكم بعد الفاصل. عايزه اعمل كده مبدئيا اعلان بسيط جدا عن محل كشري حلو جدا اسمه، هيظهر طبعا ليكم الصور بتاعته، اسمه كشري البيشة. هو بعت لي الصور بتاعته طبعا وحابب يعلن عن نفسه، لاني طبعا زي ما بقول مش هيجي اقول لكم كل مره ان برنامج اسمه فكره، وانا بدعم اي حد عايز ينزل اعلان عندي. فيا جماعه لو سمحتوا اعرضوا بس الصور عشان عايزه اتكلم بسرعه عن مشكله. انا طبعا قلت لكم ان اهو الصور قدامكم. طبعا انا قلت لكم يا جماعه بعد كده بس ما الصور تخلص، هو ده يا جماعه، هو التليفونات بتاعته كمان هتظهر وكل حاجه. تمام، انا اصلا من الناس اللي بحب الكشري جدا، فانا وافقت على طول انزل له اعلان الكشري بصراحه، يعني يمكن يجيبنا احنا والكورونا كل عنده كلنا. طيب المهم انا طبعا هاخد مشكله بسرعه كده عشان بس الوقت البرنامج. انا قلت لكم ان كل حلقه هاخد مشكله او مشكلتين. في واحد يا جماعه استغاث بيا كتير جدا لو حد عايز يساعده، هو اسمه رضا ومن بحيره، بيقول انا دكتور عمل لي عمليه غلط وقطع شريان رئيسي، والشريان ده تسبب في عمل 22 عمليه عشان بيصلح الغلط ده. بيقول لي العمليات كلها كانت في القدم اليسرى عنده، بيقول لي حصل ضمور في عصب الرجل، وحصل سقوط في مشط القدم. بيقول لي انا عندي، هو فعلا بعت لي يا جماعه اكتر من 130 اشاعه، وعلى فكره كلهم فعلا موجودين معايا. فيا جماعه لو اي حد عايز يساعده يعني عشان غلطه واحده تسببت في حاجات كتير، يعني بصراحه استغاث بيها كتير جدا، بس انا ما كنتش بطلع الاسبوع اللي فات كله. تاني حاجة بقى مشكلة غريبة كده جات لي بصراحة، انا كنت عايزة اعمل له مداخلة بس مفيش وقت خالص. يعني هو شوية بيشتكي ان مامته بيقول صعب عليه وبتقول له انا بكرهك، وبصوا يعني حاجة انا مش عارفة والله يصدق. بيقول لي مامتي بتطردني من البيت مع ان انا اللي شايل البيت، بتقول لي انا مش عايزاك وروح لعيلة تانية وحاجات كتير كده. فيا جماعة اللي عايز يتواصل مع البرنامج، اللي عايز بس يا جماعه يتواصل بس مع البرنامج. طبعا انا هنزل الارقام بتاعتي عندكم، وصور الميك اب ارتست برده هتتعرض عندكم. اي حد عايز يعرض مشكلته، اي حد عايز يتواصل معايا، اهو دي صور الميك اب ارتست، معلش ما لحقناش نعرضها اصاله. تمام، عشان بس وارقام التليفون تظهرت عندكم عشان اللي عايز يتواصل معاها. تمام، برنامجنا اسمه فكره، ومش هننسى دايما ان فكرتنا النهارده هي مستقبل بكره. هتوحشوني جدا لحد الحلقه الجايه. الى اللقاء.